السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة فيديو جديد كله تدابير وافكار منزلية بإذن الله تطلعي مستفادة ان شاء الله. لو بفكرة واحدة بس زي ما انت شايفة كده كلها افكار وحيل منزلية بإذن الله هتفيدك. حطي لي لايك بقى، ولو انت جديدة عندي اشتركي في قناتي وبإذن الله عشان يوصلك مني كل جديد. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف افكارنا ايه هي. تعالوا بقى كده على اول فكره معانا. لو انت عندك قشور البرتقال او اليوستفندي اوعي ترميها، هقول لك على فكره حلوه جدا هنستغل قشور البرتقال او اليوستفندي فيها. هتمسكي كده القشر بتاع البرتقاله دي، طبعا قشر برتقال، هتطلعي الميه اللي فيها بالطريقه دي. طبعا كلنا عارفين ان قشر البرتقال جواه ميه، الميه ديت حلوه جدا جدا، هقول لك بتستخدميها في كذا حاجه. بس اكتر حاجه يعني انا استخدمتها فيها وطلعت نتيجه بجد روعه. هتمسكي كده الكوبايات بتاعتك، لو انت عندك كوبايات مطوسه شويه او مسفره مش هتحتاجي بقى لسلكه او لاي نوع من انواع سائل المواعين، ايا كان اي نوع اللي انت بتستخدميه ايه. هي دوبك بس كده البرتقانه، بعد ما تطلعي الميه اللي فيها كويس جدا هتدعكي الكوبايه بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. بس كده يا ست الكل. وهتبداي بقى ان انت تغسليها بالليفه بتاعتك العاديه خالص زي ما انت شايفه الكوبايه بقى شكلها عامل ازاي. بجد فكره حلوه جدا، اتمنى ان انت تعتمديها وتجربيها ان شاء الله هتعجبك. تعالوا بقى كده، لو انت عندك بتنجان سواء بقى اسمر او ابيض اي نوع انت بتحبيه، هقول لك بقى طريقه حلوه جدا. هتقشريه من غير مقوره. هتقشريه من غير مقوره ازاي؟ زي ما انت شايفه كده انا قطعت العنقود من فوق وبعدين طرتها شويه كده على الرخامه، لازم اهم حاجه انها تطرى على الرخامه. وبعدين حاولت ان انا افصل اللحم اللي جوه عن الجلد بتاع البتنجانيه، وبالطريقه دي اتقشرت معايا بكل سهوله. ان شاء الله الفكره دي كمان تعجبكم. تعالوا بقى على الفكره اللي بعد كده، احرقي سلك المواعين وتخلصي من جميع الحشرات وبالذات الصراصير اللي جوه بيتك. هقول لك بقى ازاي هنحرق سلك المواعين ونتخلص من جميع الحشرات اللي جوه بيتنا. هتمسكي السلكة بتاعتك كده وتحرقيها سواء بقى على النار او بالولاعة بالطريقة دي، بس اهم حاجة عايزين السلكة كلها تنشف معانا وتتحمص، واي حاجات فيها موجودة تنشف خالص وتبقى ايه معانا كده زي السلك نفسه بينزل معانا كده في الطبق زي الرملة زي ما انت شايفك. اهم حاجة طبعا بتحطي طبق يكون سلستين او ألمونيا، علشان خاطر لو حطيتي طبق بلاستيك ممكن ان هو يتخرم منك من السلك والولاعه اللي انت ماسكاها. تمام جدا كده، هنحرقها كده كويس جدا جدا لحد ما السلك بتاعنا نحس ان هو نشف خالص. بعد ما السلك بتاعنا هينشف خالص بالطريقه دي اهو، تمام جدا كده. هتاخدي بقى السلك بتاعك وتنزلي كل الحاجات اللي اتحرقت منه بالطريقه دي، هي الفكره. عايزين الحاجات المحروقه دي، الحاجات اللي في السلك تكون ناشفه خالص وتكون من السهل ان هي تتفرفت معانا كده. يعني ما ينفعش تتعمل بسلك يكون من غير ما يكون محروق، علشان خاطر احنا عايزين السلك يبقى متفرفت معانا بالطريقه دي بكل بقى سهوله كده وبكل بساطه. هيتفرفت معاكي في الطبق ما دام هو نشف، هتبصي تلاقي كل البواقي بتاعه السلك اللي اتحرقت هتنزل معاكي في الطبق بكل سهوله. تمام جدا كده. في الوقت دوت انت هتكوني محضره يا ست الكل معلقه بقى من كربونات الصوديوم. طبعا كلنا عارفين كربونات الصوديوم وبيتباع عند اي عطار. هتحطيها كده على السلك بتاعك اللي انت حطيتيه في الطبق، وكمان هتكوني مجهزه يعني حوالي كده ربع بطاطسايه ولا حاجه مسلوقه كويس جدا، هتحطيها برده مع السلك وكربونات الصوديوم. وبعدين بقى هتدعكيهم كده في بعض لحد ما كل المكونات دي تندمج في بعض كويس جدا جدا بالطريقه دي. تهرسي كده البطاطسايه مع الكربونات الصوديوم مع السلك اللي احنا حرقناه اهو، تمام جدا كده. كل المكونات اتعجنت مع بعضها بالطريقه دي. مش عاوزه اقول لك بقى الوصفه دي هتعملي بيها ايه. الوصفه دي بقى تحفه تحفه بجد. ان انت بقى لو انت عندك صراصير رفيعه او صراصير كبيره دي بتستخدميها زي عجينه كده للصراصير، بتحطيها بقى تحت الحوض. طبعا بتبقى بتتلزق كده على الخشب، بتحطيها تحت الحوض او تحت البوتاجاز او اي مكان عندك فيه حشرات. وقت ما طبعا الصرصار او اي حشره هتاكل من العجينه ديت بطنها هتنفجر وهتموت في لحظتها. زي ما انت شايفه كده العجينه بيبقى شكلها عامل ازاي، زي عجينه اللي بتتباع بره بتاعه الصراصير بالظبط. بس اهم حاجه العجينه ديت بتبقى موجوده صالحه لمده 3 ايام بس، بعد كده ممكن ان انت تشيليها وتغيريها وتحطي ايه مره تانية بنفس الطريقه.
تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده، اتمنى الفكرة اللي فاتت دي تعجبكم. تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده، لو انت عندك بقى كده شوية رز لازم تحافظي عليهم جدا جدا جدا. ليه احافظ عليهم؟ لان كيلو رز دلوقتي بقى ب20 جنيه. هقول لك بقى على طريقة حلوة جدا. طبعا السنة دي داخل غلو الرز مع الصيف، فممكن من السهل جدا ان الرز اللي عندك ممكن يبقى فيه سوس او يبقى فيه نمل. النمل برضو اوقات كتيرة جدا بتدخل على الرز بتاعنا، فنحافظ عليه ازاي من غير ما يبقى فيه اي حشرة او اي حاجة تدخل جوه الرز. هتجيبي كده شوية من القرنفل وهتحطيهم في كيسة. طبعا انتوا شفتوا الكيسة انا عملتها ازاي في الاول، وهتربطيهم كده كويس جدا جدا. وبكده بقى تكوني عملتي حاجة حلوة جدا جدا، هتحافظ لك على الرز بتاعك طولة السنة لو انت عندك كمية كبيرة من غير ما يبقى فيه اي حشرات ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة كده بعد ما قفلت الكيسة، هجيب بقى كده زي ابرة كده او اي حاجة تغزغزي كده بيها الكيسة او تخرمي بيها الكيسة بالطريقة دي علشان خاطر ريحة القرنفل طبعا تطلع منها. ممكن ان انت تستبدلي الكيسة لو انت عندك شاشة، طبعا الشاشة بيبقى الأنسجة بتاعته واسعة وبيبقى الخرام بتاعته برضو باينة، ممكن تلفيها وتعمليها في الشاشة بالطريقة دي. مش هتحتاجي طبعا ان انت تخرميها لان بيبقى الخرام بتاعتها واسعة. وبعدين هتروحي بقى كده على الرز اللي عندك وهتحطيه جوه الرز بالطريقة دي، وبعدين يعني هتحاولي ان انت تغطسيه شوية كده وتحطي عليه الرز علشان بقى تحافظي على الرز اللي عندك ما يلطوش اي حشرة ولا يلطوا اي حاجة. اتمنى الفكرة دي تعجبكم. تعالوا بقى كده على الفكرة اللي بعد كده. تعال اقول لكم بقى على السر اللي بيخلي المواعين بتاعتي بتبرق زي ما انتم شايفين كده. انا بستخدم معاها طريقه كده باذن الله لو استخدمتيها هتعجبك جدا. المواعين زي ما انت شايفه كده ممكن تعملي الطريقه دي في الالومنيوم وفي الستانلس كمان. هتجيبي كده كيس الخميره العادي خالص، خميره بتاعه المعجنات، وهتحطي كده رشه بسيطه جدا من خميره الحلويات على اي بقى حاجه انت حابه ان انت ترجعي لونها كده لو انت لونها مطوس او فيها حروق او فيها اي حاجه. وهتحطي بقى اي نوع صابون سائل عندك وبالسلكه كده وهتدعكيها بالطريقه دي. مش عاوزه اقول لك بقى الطريقه دي حلوه قد ايه، وبتخلي كده الحاجه كلها كده تنور من النظافه، وتبقى يعني الحاجه شويه الخميره دول بيجلوا السلستين او الالمونيا. زي ما انت شايفه كده هدعكها كده كويس جدا جدا اهو، تمام جدا كده. شايفين بقى اللون بتاع الرغوه نفسها بقى عامل ازاي، مع ان كمان الصينيه نظيفه. جربي الطريقة دي بإذن الله هتعجبك قوي. زي ما انت شايفة كده بتجلي المواعين بطريقة مش معقولة. حبة الخميرة اللي احنا حطيناهم دول، مش حطينا طبعا اي حاجة تانية غير شوية من صابون المواعين. زي ما انت شايفين بقى شكل الرغوة عامل ازاي، سمرت خالص ازاي. تعالوا بقى كده نشطفها وارجع لكم تاني اوريكم شكل الصينية بقى عامل ازاي. زي ما انت شايفين بقى اهي الصينية شكلها عامل ازاي. اتمنى الفكرة دي تعجبكم وجربوها. لو ان شاء الله لو جربتوها هتعتمدوها على طول وهتعملوا المواعين بتاعتكم بنفس الطريقة. تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده. لو انت عندك بقى مونوكير بتحطي مثلا ليكي او لاولادك، ولا قدر الله وقع بقى، هقول لك على طريقة حلوة جدا تلمي بيها المونوكير من غير اي مجهود منك ومن مطبخك اهو. تمام جدا كده هنحط المونوكير اهو على الرخامة. انت بس هتروحي كده على مطبخك هتجيبي شوية من الملح اهو، تمام جدا كده. هجيب بس شوية من الملح من العلبة وهرشهم كده على المونوكير، تمام كده يا ست الكل. بس كده المشكلة بتاعتك كده اتحلت. هتلمي بقى كده المونوكير كده من على الرخامة او من على الارض ايا كان بقى وقع منك فين. بالطريقة دي بيتلم معاكي بقى بكل سهولة وبكل بساطة، وبيبقى عامل زي حبيبات الرمل بالطريقة دي. شايفين اتجمع كله ازاي على حبة الملح اللي انا حطيتهم. الطريقة دي حلوة جدا جدا ومنجزة. لو انت لا قدر الله حصل معاكي الموقف ده، في ثانية هتلمي الموضوع بحبة ملح صغيرين جدا من مطبخك. وبكده يا ست الكل يكون الفيديو بتاعي خلص. اتمنى تكوني استفدتي ان شاء الله. لو بفكرة واحدة بس اوعي تبخلي على اختك باللايك والاشتراك في القناة عشان بإذن الله يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله، ان شاء الله قناتي تكبر بيكم وليكم، ومع السلامة.